ما حكم الإسلام في فتاة أرادت أن تصلي في المسجد صلاة العيد أو الجمعة مثلا أو التراويح، ونحن نعلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بأن صلاة المرأة في بيتها أفضل، ولكن إذا كانت تتمنى الصلاة في المسجد فهل تذهب أم لا؟ نعم، إذا كانت تتمنى الصلاة في المسجد وترغب فيها إنها لا بأس أن تخرج وتصلي، لكن بشرط أن تكون متسترة وتاركة للزينة وتاركة للطيب، بأن تخرج بصفة محتشمة بعيدة عن الفتنة، ومع هذا صلاتها في بيتها خير لها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فصلاة المرأة في بيتها أفضل لها، ولكن إذا أرادت الخروج للمسجد فيباح لها ذلك بشرط أن تبتعد عن أسباب الفتنة في الطيب وفي لباس الزينة وفي التعرض للرجال والاختلاط بالرجال، بأن تكون على حدة وفي جانب من المسجد وتكون خلف الرجال، هذه الاحتياطات لا بأس. كذلك في صلاة العيد النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج العواتق والحيض لصلاة العيد، وأمر أن تعتزل الحيض المصلى، وذلك ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.